بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فكنا قد انتهينا في الدرس الماضي من كتاب باب المسح على الخفين، ونبدأ في هذا اليوم بمشيئة الله عز وجل بباب نواقض الوضوء. يقول الشيخ موسى عليه رحمة الله: باب نواقض الوضوء. المراد بالنواقض جمع ناقض، وهو اسم فاعل من نقض، من الفعل وليس من المصدر، من نقض أي من فعل نقض. والناقض هو الذي غير الحال إلى عكسه، فأن يكون الشيء ونقيضه، الناقض هو الذي نقض وغير الحال من كونه طاهرا إلى كونه محدثا، غيره من شيء إلى شيء. وأنت إذا تأملت في باب الطهارة تجد أن الفقهاء في باب الوضوء يقولون باب نواقض الوضوء، وإذا جاءوا في الغسل قالوا باب موجبات الغسل، ولا يعبرون في الغسل بالنواقض. والسبب في ذلك دلالة لغوية، فإن الناقض هو الذي نقل من حال إلى حال، فإنه لا يمكن أن يحكم على شيء أنه انتقض إلا وقد كان قبل طاهرا، لم يكن منتقضا، كان طاهرا ثم أحدث. إن الله لا يقبل صلاة أحدكم إذا أحدث، كان طاهرا ثم أحدث. بينما في الغسل فبعض موجبات الغسل لا يسبقها طهارة. الشخص إذا أسلم قبل إسلامه لم يكن طاهرا، بمعنى أنه يصح له الصلاة، الذي هو الوصف الحكم. وأما الطهارة الحسية فإن الآدمي طاهر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في حديث أبي هريرة: إن المؤمن لا ينجس، إن المؤمن إن لما قال النبي صلى الله عليه وسلم إن كنت نجسا، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: المؤمن، ما هذا الحديث صحيح، المؤمن لا ينجس، المؤمن لا ينجس. وقول النبي صلى الله عليه وسلم المؤمن هنا وصف طردي، فيشمل الآدمي مطلقا. نعم، إذن عرفنا معنى الآن نواقض الوضوء، ولما عبر الفقهاء في الوضوء بالنواقض وفي الغسل بالموجبات، باعتبار ما يكون قبل هذا الموجب وقبل هذا الناقض. النواقض التي ذكرها الشيخ رحمه الله تعالى ثمانية، ونحن قلنا غالب الأعداد التي تعد على سبيل الحصر إنما دليلها الاستقراء، فالفقهاء استقرأوا هذه النواقض فعدوها ثمانية على سبيل الحصر التي ذكرها المصنف، وما عدا ذلك فإنه لا يكون ناقضا. أول هذه النواقض قال: ينقض ما خرج من سبيل. قول الشيخ رحمه الله تعالى ما خرج من سبيل، عندنا هنا مسألتان. المسألة الأولى قوله ما خرج، ما خرج، قالوا فالخارج لا بد أن يكون ظاهرا، لا بد أن يكون ظاهرا. فلو أن في باب نواقض الوضوء، فلو أن الشيء قد أحس بانتقاله ولم يخرج فإنه لا يكون ناقضا. فلو أحس شخص بانتقال البول أو بغير ذلك نقول لا يكون ناقض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول: إن الشيطان يأتي لأحدكم فينفخ في مقعدته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. لا بد من الرؤية. ولذلك فإن الإمام أحمد كما في مسائل صالح بن عبد الله سأله رجل فقال: إني أحس بانتقال البول، فقال: لا تلتفت له حتى تراه بعينيك، مهما أحسست بخروج البول ما لم تره خارجا فإنه لا يكون ناقضا. قال: فإن جعل قطنا ونحوه، قال هذا رجل، قال وشي أنه بدعة، قال هذا رجل شدد على نفسه فشدد الله عليه إذا احتشى بقطن، فأن يجعل مكان قطن. ما يلزمك أن تضع على مخرج البول والغائط قطن لتعرف الخرج أم لا، لكن إن رأيت فإنه يكون ناقضا وإلا فلا. إذن فالمسألة الأولى في قول الشيخ ما خرج، أي ما خرج إلى الظاهر أو ما كان في حكم الظاهر، في حكم الظاهر، في حكم الظاهر. هذا يتصور في يعني صور معينة عندما يكون هناك في السبيلين، يعني في اللحم يتصفط أو كذا ونحو ذلك من الأمور. طيب، قال من سبيل. من المسائل المهمة أن نعرف ما هو السبيل. المذهب أن
السبيل ثلاثة أشياء: مخرج البول، ومخرج الغائط، ومخرج الولد. كل هذه الثلاثة الخارج منها يعتبر ناقضا. ثلاثة أشياء: مخرج البول، ومخرج الغائط، ومخرج الولد. طبعا الدليل على أن ما خرج من السبيلين يكون ناقضا قالوا قول الله عز وجل أو جاء أحد منكم من الغائط، فكن الله سبحانه وتعالى عن قضاء الحاجة بالغائط. وفي الغالب يعبر بالأغلب، فالغائط أغلب ما يخرج، فإن كان هناك شيء نادر سنتكلم عن النادر بعد قليل فإنه يكون ناقضا كذلك. إذن قلنا السبيل ثلاثة أشياء، فما خرج من هذه الأشياء الثلاثة فإنه يكون ناقضا للوضوء ولو كان الخروج نادرا. مثل ماذا النادر؟ المشهور والمعروف للجميع البول والغائط. ولكن الخروج النادر مثل ماذا؟ قالوا مثل، خلنا نبدأ بالأكثر ثم ننقص حتى نصل للقليل. قالوا مثل المذي، فإن المذي يخرج من كثير من الناس ولكن ليس من كلهم، فإنه يكون ناقضا. والدليل عليه حديث علي رضي الله عنه: كنت رجلا مذاء فاستحيت أنس النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إنما يكفيك الوضوء وتنضح. إذن أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالوضوء من المذي مع أنه ليس ببول، فدل على أن كل خارج من السبيلين يكون ناقضا. الودي، والودي هو ما كان هيئته كهيئة المني في بياضه ورائحته وسخنه، ولكنه لا يخرج دفقا للذة، وسيمر معنا هذا الشرطان بعد قليل في موجبات الغسل. فما لم يخرج دفقا بلذة فإنه يسمى وديا. والودي حكمه حكم الخارج من السبيلين، يكون ماذا؟ ناقضا للوضوء ولا يكون موجبا للغسل. بعض الناس هذا يخرج من بعض الناس عند البرد الشديد، إذا حدث برد وكان في البر يخرج منه مثل هيئة الماء، ماء الرجل، هذا يسمى ودي، لا يكون موجبا للغسل وإنما ناقضا للوضوء. أو يخرج عندما يحمل شيئا ثقيلا، أو عندما يكون عنده مشاكل في جهازه الداخلي. من الأشياء النادرة أيضا ما ذكره أخونا الفاضل، عندما يكون الشخص يخرج منه نقول دود، أو يخرج حصى. بعض الناس قد يخرج من مخرج البول حصى، تكون في مثانة فيه حصى أو في كلاه، فيخرج مع مخرج البول حصى. ما دام أن هذا الخارج قد خرج من جسمه فإنه يكون ناقضا مطلقا، سواء كان مبتلا أو غير مبتل، لأني سأذكر لك الفرق بين المبتل وعدم المبتل بعد قليل، الحالة التي بعدها. من الأشياء التي تكون ناقضة على المذهب، وانتبه هذه على المذهب، قالوا ما خرج من مخرج الولد. فلو أن المرأة خرج منها رطوبات، فعلى المذهب أن الرطوبات كلها تكون ناقضة لأنها خارجة من أحد السبيلين، فما خرج من أحد السبيلين يكون ناقض. المسألة الثانية قالوا لو أن المرأة ولدت من غير دم، ولدت من غير دم ليس عن طريق قيصرية شق بطنها، وإنما خرج مخرجه الولد، ولكن ولدت من غير دم، فإن هذا الولادة تكون ناقضة للوضوء لكنها ليست موجبة للغسل. استمر معنا المسألة بعد قليل بنصها. ولادة عارية عن دم، إذن هي ناقضة الوضوء لخروج من مخرج السبيلين. من الأشياء النادرة أختم بها كثرة المسائل أن تتعلق بهذه الصورة، قالوا لو أن امرأة قد قطر في إحليله ثم خرج ما قطره، أو احتشى يعني جعل تحميله مثلا، ثم خرج ما احتشاه، فإن قطر في إحليله مخرج أحد السبيلين ثم خرج فإنه يكون ناقضا مباشرة، ناقض للوضوء. هذا واحد. الأمر الثاني إن احتشى يعني أدخل شيئا منظارا، أدخل تحميله ونحو ذلك، فإن خرجت مبتلة فإنه يكون ناقضا، وإن خرج محتشاه غير مبتل فإنه لا يكون ناقضا. هذا هو المذهب، بناء على ماذا؟ على قاعدة ذكرت لكم سابقة، أنه عندما يختلف ما رجحه صاحب المنتهى والإقناع فالمقدم المنتهى، فإن صاحب المنتهى اشترط أن تكون مبتلة، وأما الشيخ موسى صاحب الإقناع ومؤلف هذا الكتاب فإنه أطلق ولم يفرق بين المبتل
وما لم يخرج مبتدأ، ولكن نقول المذهب عند المتأخرين ما رجحه صاحب المنتهى. هذه المسائل التي اختلف فيها وقد جمعت. طيب، إذا انتهينا من النقض الأول وهو ما خرج من السبيلين وذكرنا دليله. بعض الفقهاء يعني تكلم عن قضية أن ما خرج من السبيلين ينبني على كونه أنه ناقض فإنه يكون نجسا، فكل ما حكمنا أنه يكون ناقضا فإنه يكون نجسا إلا ما كان سببا ولادة الآدمي، سبب أو مبدأ خلق الآدمي، مثل ما عبر ابن عقيل مبدأ خلقة الآدمي، وهي ماء الرجل ورطوبات المرأة، فإن ماء الرجل ورطوبات المرأة على المذهب تكون طاهرة لأنها أصل آدمي، والنبي صلى الله عليه وسلم بين أن المؤمن لا ينجس، فالآدمي طاهر فأصل خلقه طاهر، ولذلك عندهم كل ما خرج من السبيلين يكون نجسا إلا الآدمية إذا ولدت ولادة عارية عن دم، إلا الآدمية وما كان من أصل خلقته كماء الرجل ورطوبات المرأة فإنها طاهرة ولكنها ناقضة، ولكنها ناقضة. طيب، نعم، الناقض الثاني قال الشيخ وخارج من بقية البدن إن كان بولا أو غائطا أو كثيرا نجسا غيرهما. ذكر هنا الشيخ شيئين وليس شيئا واحدا، وهو ما يخرج من النجاسات من غير المخرج المعتاد، من غير مخرج السبيلين، المخارج الثلاثة ذكرناها قبل قليل، ما خرج من غير السبيلين، ما خرج من غير السبيلين فإنه وكان نجسا فإنه يكون ناقضا، ولكنها صورتان وليست صورة واحدة. إن كان الخارج من غير السبيلين النجس بولا أو غائطا، مثل ماذا؟ أعطوني مثال كيف يخرج البول والغائط من غير السبيلين؟ القسطرة. مثال ثاني، قبل أن توجد القسطرة قديم ما عنده قسطرات. مثال ثاني، عندما يكون الشخص عنده جرح في مثانته يجرح، يأتيه جرح في مثانته فيخرج بول فيستمر يكون يندي هذا البول، إذن هذا خرج، هنا خرج بول أو غائط من غير مخرجهما، عفوا من سرته، ذكر ذلك الفقهاء لكن أنا لم أذكر بعض الفقهاء ذكر أظن من مر علي، لكنه طبا يقولون لا يثبت، لا يمكن أن يثبت لأن ما يخرج المثانة دون السرة، يعني مر علي أن أحدا قال أنه قد يخرج من سرته وكذا لكن الموضع يختلف. طيب، إذن عرفنا الآن البول إذا كان خارجا. طيب خلنا نقف عند هذه المسألة ثم ننتقل للصورة الثانية. هذه الصورة لها أحكام تخصها، أول حكم يخصها وهو ماذا؟ الخارج من غير السبيلين إذا كان نجسا، والنجاسة ماذا؟ بولا أو غائطا. أول حكم يخصها أنها ما ذكره المصنف هنا أنها تكون ناقضة للوضوء، سواء كان الخارج قليلا قطرة أو أكثر من ذلك، لا فرق بين القليل والكثير، إذا لا فرق بين القليل والكثير بالبول والغائط، لأن الله عز وجل قال أو جاء أحد منكم من الغائط، فيشمل القليل والكثير سواء خرج من مخرجه المعتاد أو لم يخرج من مخرجه المعتاد. من المسائل التي ترتب على ذلك أن ما خرج من غير المخرج المعتاد، بس الفائدة أنه لا يجوز فيه الاستجمار، وإنما يجب فيه الاستنجاء. علة ذكرتها قبل، وأنا ذكرت هذه الفائدة لكن نربط مع ما سبق، تعرف الفقه كله مترابط. لماذا هنا لا يجوز الاستجمار؟ شخص عنده قسطرة أخرج البول من غير محله، المكان الذي يريد أن يطهره نقول لا بد من الاستنجاء بالماء، ولا يجوز الاستجمار بالحجارة. ذكرت قاعدة سهلة جدا، أو لفظا سمشيح، لأنه جاوز محله، لأنه خرج من غير محله، الاستجمار قلنا خلاف الأصل فيبقى على ما ورد به وهو محل الخروج من السبيلين فقط، وهو الخارج من السبيلين فقط. نعم، إذن هذه الصورة الأولى، الخارج من بقية البدن إذا كان بولا. الحالة الثانية، إذا كان الخارج من السبيلين نجسا لكنه غير البول، وذلك مثل ماذا؟ مثل الدم، وقد انعقد الإجماع، حكاه الإمام أحمد، وأحمد من أشد الناس في قضية الإجماع،
حتى لقد قال من قال أجمع الناس فقد كذب، ولكن يقول لا أعلم فيه خلافا. حكاه أحمد أنه لا يعلم خلافا في نجاسة الدم، حكاه ابن المنذر، حكاه جمع أهل العلم، فالدم نجاسته بالإجماع. الخلاف في قضية كونه ناقض أو ناقض هذا الذي فيه خلاف، لكن النجاسة بالإجماع هو نجس بالإجماع بالإجماع، والإجماع متقدم معروف. أحمد لا يحكي إلا الإجماع المتقدم، قد الذي بعدك ابن المنذر وغيره قد يحكي الإجماع المتأخر. طيب إذن الدم نجس، أعطوني نجسا آخر يخرج من جسم الآدمي. سمي شيخ، ما كان في حكم الدم مثل الصديد، ما الفرق بين الدم والصديد؟ الدم لونه أحمر والصديد لا كريات دم حمراء فيه فيصبح لونه أبيض أو أصفر، هذا نجس. أمر ثالث، القي، القي عندهم نجس. طبعا ما دليل النجاسة عندهم؟ دليل عكسي، أن القاعدة عندنا أن النجس الكثير ينقض الوضوء، وقد ورد الحديث بالوضوء من القيء، حديث ثوبان وحديث أبي الدرداء، فنقول إنه ما ينقض إلا لأجل هذه القاعدة، وهو أن كثير منه يكون نجسا، فالقيء كثيره نجس والقليل منه ليس معفوا عنه كما سيأتي بعد أقل. إذن هذه أشياء نجسة تخرج من الآدم. طيب اللعاب ليس نجسا، الدمع ليس نجسا، وهكذا من أشياء أخرى تخرج من الجسم لا تسمى نجسة. طيب هذه الأشياء إنما تنقض الوضوء بشرط، وهو أن تكون كثيرة، فإن القليل منها لا ينقض الوضوء. والدليل على أنه يشترط الكثير ما ثبت أن ابن عمر رضي الله عنه كان يصلي وفي يده بثرة فحكها فخرج منها دم أو صديد فأكمل صلاته ولم يقطعها، فدل ذلك على أن اليسير معفو عنه. وأما الكثير فإنه يكون ناقضا في قول طبعا جماهير أهل العلم، وهو الذي تدل عليه النصوص الكثيرة في هذا الباب، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جاء أحدكم وكان في صلاته فانتقض وضوءه فليجعل يده على أنفه ثم ليخرج، هذا يدل على إيش؟ الحديث صحيح على أن الرعاف ناقض. روي عند ابن ماجه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من أصابه قلس أو رعاف فليتوضأ، هذا الحديث مقال لكن له شواهد، إذا فدل على أن الرعاف الكثير يكون ناقضا. وأما القليل فذكرنا قبل قليل الاستثناء من حديث ابن عمر رضي الله عنهما وفعله واتفاق الصحابة رضوان الله عليهم. القي، نعم القي، لكن الحديث مقال سنتكلم عن القلس بعد قليل إن شاء الله، قضية القليل من هو الكثير. طيب عندنا هنا مسألة مهمة، وهي مسألة عندما قال الشيخ أو كثيرا نجسا غيرهما، وسأعود هذه الكلمة أسأل فيها، كيف تستطيع أن تفرق بين القليل وبين الكثير؟ كيف تستطيع أن تفرق بين القليل وبين الكثير؟ متأخر الحنابلة، وعندما نطلق المتأخرين نقصد بهم من القاضي علاء الدين المرداوي المتوفى سنة 885 فمن بعده من أهل التصنيف والضبط المسائل، لهم طريقتان في ضبط الكثير من القليل. فالطريقة الأولى التي اختارها المرداوي نفس الشيخ قاضي علاء الدين المرداوي الدمشقي، اختار أن الكثير هو ما فحش في عند أواسط الناس ليس عند شخص واحد، لأنه باعتبار أواسط الناس لا تنظر لمن يخرج منه دم كثير ولا تنظر لمن لم يخرج منه دم أبدا، وإنما أواسط الناس العبرة بهم. وهذا الذي رجح هو كما في التنقيح وكما في الإنصاف. ومضى أو مشى كثير من المتأخرين ومنهم الشيخ منصور البهوتي، وهو الذي ذكرت لكم المعتمد عند المتأخرين توفى سنة 150، أن الكثير ومسلم الشويكي وغيره، أن الكثير عند الإنسان نفسه، فالكثير عند زيد ليس هو الكثير عند عمرو، والكثير عند عمرو ليس هو الكثير عند عبد الله، وهكذا. فكل امرئ بحسبه. وظن هذا الثاني وإن كان هو المعتمد عند المتأخرين تماما من منصورها من بعده، وهو الأقرب، لأن الأقرب حتى دليلا. لماذا؟ لأن رحمة الله عز وجل في التخفيف عن اليسير إنما هو تخفيف عن الناس، ليس كذلك؟ لم نجعله خففا
عن نجاسته وخفف في التطهير به، فهو من باب التخفيف. فالذي يخرج منه دم كثير، الكثير في حقه أكثر من الذي يرى أنه دم كثير، اعتاد دائما على الرعاف، دائما على الرعاف، فنقول لا يكون ناقض إلا الرعاف الكثير عندك بحسبك أنت، متى تحكم أنه كثير؟ لكن الذي لم يخرج منه دم، حينما يخرج منه دم كثير بالنسبة له وهو قليل عند الآخر، نقول بالنسبة لك يكون ناقضا. وتعرفون الناس في الدم ليسوا سواء، لذلك عندما يأتي شخص ليتبرع يأخذ من فلان والثاني يرفض أن يؤخذ منه لأن وزنه أقل مثلا أو لأن جسمه لا يتحمل، وهكذا. فالناس بكثرة الدم الذي يخرج من أجسادهم يختلفون، وذلك الأقرب ما رجح الشيخ منصور ومشى عليه كثير متأخر حماله هو الذي عليه المشايخ أن الكثير باعتبار اختلاف الناس. الدليل على أن الكثير هذا هو ما جاء عن ابن عباس الذي تعرفون الحديث دائما نكرره، لما سئل ما الكثير في النجس قال ما فحش في نفسك، ما فحش في نفسك، فيدل على أن الكثير ما فحش في نفس الشخص يكون كثيرا موجبا أو ناقضا للوضوء. يقول الشيخ رحمه الله تعالى، وهو الناقض الثالث، وزوال العقل. زوال العقل، زوال العقل يكون إما بالإغماء، وإما أن يكون بالنوم، وإما أن يكون بالجنون. ولذلك بعض الفقهاء يأتي بكلمة أظنها أخذها من أهل اللغة، فقال إن المرأة إذا كان مغمى عليه فإنه يكون مغلوب العقل، مغلوب العقل، وإذا كان مجنونا فإنه يكون مسلوب العقل، وإذا كان نائما فإنه يكون مستور العقل. إذن هذه كلها تسمى ذهاب عقل. وقد حكى ابن المنذر الإجماع على أن الجنون والإغماء ناقض للوضوء، ناقض للوضوء إجماع. وأما النوم فالإجماع منعقد أيضا حكي، وثبت فيه حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم حينما قال العين وكاء السهم، فمن نام فليتوضأ، فمن نام فليتوضأ. إذن ذهاب العقل بأحد الأمور الثلاثة، بغلب العقل أو سلبه أو ستره، كلها تكون موجبة ناقضة للوضوء وتوجب الوضوء على المرء. طيب، استثنى الشيخ رحمه الله تعالى من هذه الأمور الثلاثة شيئا واحدا، وهو يسير النوم، فإن يسير النوم لا يكون ناقضا. والدليل على أن يسير النوم لا يكون ناقضا أن الصحابة رضوان الله عليهم كانوا يحضرون الصلاة مع النبي صلى الله عليه وسلم في العشاء وفي الفجر، فكانت تخفق رؤوسهم، أو في العشاء تخفق رؤوسهم لأن كان فيهم نعاس، فإذا حضر النبي صلى الله عليه وسلم قاموا فصلوا معه ولم يتوضأوا، فدل ذلك على أن النوم اليسير لا يكون ناقضا للوضوء. لكن لا بد من معرفة ضابط هذا النوم اليسير، ولذلك أهل العلم طرق، ولكن نمشي على ما ذكره المصنف رحمه الله تعالى. فذكر المصنف ضابط النوم اليسير فقال إلا يسير نوم فإنه لا يكون ناقضا للوضوء من قاعد أو وقائم. فقهاء المذهب يرون أن المعيار في التفريق بين النوم الناقض والنوم غير الناقض إنما هي هيئة النائم، صفته، لا طول النوم ولا قصره ولا إحساسه بمن حضر أو لم يحس بمن حضر. لماذا لم يعتبروا هذه؟ قالوا لأن الشخص ما يعرف، قد يقول ما نمت إلا دقيقتين وقد نام كثير. أعرف رجلا، يعني من باب طرد الملالة، رجلا نام فلما استيقظ نظر في الساعة قال أوه نمت الساعة، يقول لكني جائع، فلما تبينت الأمور إذ به قد نام 24 ساعة ونصف، وأعرفه هذا. إذا شفنا نام 24 ساعة ما درى عن نفسه، لذلك إحساس الشخص هل نام قليلا أو كثيرا ما يحس به. هم يقولون إحساسه بأنه قد غاب عن من بجانبه وعرفهم أو لم يعرفهم، كثير من الناس نص ساعة يقول أنا معك وليس معك لأنه ما أحس بنفسه. ولذلك تقدير الفقهاء إنما قدروه بالهيئة، وقالوا إن الصحابة الذي استثني نومهم كانوا قاعدين، وبناء على ذلك قالوا إن من نام قاعدا أو نام واقفا فإنه لا ينتقض وضوءه إلا أن يسقط، إذا نام فسقط معناه انتقض، يعني استغرق في نومه. القاعد إذا كان نائما فسقط نقول انتقض وضوءك لأنك سقطت، مجرد السقوط
معناه أنك انتقلت من كونك قاعد إلى كونك غير ذلك. القائم إذا سقط أو تركع على شيء فإنه يكون كذلك. طيب، الذي ينام واقفا أو ينام راكعا يقول إن هؤلاء، أو ينام على عصا معتمدا، لأن الاعتماد عندهم قيام والاستناد عندهم قيام، قائم ومسند ظهره على شيء، فيرون أيضا أنه يكون غير ناقب، غير ناقب. فنظروا للهيئة، لماذا؟ لأن الصحابة رضوان عليهم كانت هيئته ماذا؟ القعود، فقاسوا عليها القيام، القيام. طيب، يقول الشيخ إلا يسير نوم من قاعد وقائم، وعرفنا الدليل على النقض بها. قال ومس ذكر، والدليل على أن مس الذكر ناقض حديث بسرة بن صفوان رضي الله عنه، والحديث صحيح عند السنن، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال من مس ذكره فليتوضأ، وفي رواية من مس فرجه، فتشمل الذكر وغيره كما سيأتي بعد قليل. وقد جاء عن جمع من الصحابة بل من كبارهم كعمر وغيره رضي الله عن الجميع أنهم حكموا بأن الوضوء ينتقض بمس الذكر. طيب، قول الشيخ ومس ذكر متصل، طيب يعني قوله متصل، كلمة متصل هذه الكلمة تفيد شيئا آخر، وهو قضية المنفصل، فيما لو وجد ذكر منفصل عن آدم فيقول إن هذا يعني كما لو أبين بقطع ونحوه، قد يوجد وإن كان نادر، كان يكون مثلا شخص أبين منه هذا الشيء، فمس إنه لا يكون ناقضا عندهم، بل لا بد أن يكون متصلا. نعم. قال ومس ذكر متصل أو قبل، القبل هذا يكون من الأنثى، قبل الأنثى، وكل قبل الأنثى، والفقهاء ذكروا ضبطه في كتب الفقه في محله. قال أو قبل بظهر كفه أو بطنه، قالوا إن الناقض في المس إنما هو المس بالكف دون المس بالذراع، وذكروا الباطن والظاهر، لأن من الفقهاء من يقول إن النقض لا يكون إلا بالمس بالباطن دون الظاهر، ولكن الأظهر أن المس يكون بالظاهر وبالباطن، بل وبالحرف، الحرف الذي هو الجانب. إذا من مس قبله بباطن كفه أو بظاهره أو بحرفه، الحرف ما بين الظاهر والباطن، فإنه يكون ناقضا، فإنه يكون ناقضا. طبعا لماذا زاد كلمة بالظاهر أو الباطن؟ من باب التأكيد للإشارة للخلاف القوي في هذه المسألة. الذي لا ينقض مسه بذراعه أو مسه بحائل ونحو ذلك فإنه لا يكون ناقضا، لأن لا يكون مس إلا بمباشرة. قال ولمسهما، انتبه هذه المسألة يعني يحتاج إلى تأمل في فهم هذه الكلمة. قال ولمسهما من خنثى مشكل، الخنثى المشكل هو الذي عنده آلة رجل وآلة امرأة، آلة رجل وآلة امرأة. إذا مس الخنثى المشكل هو نفسه كلا الآلتين، كلا الآلتين، أو مس شخص آخر من الخنثى المشكل كلا الآلتين كأمه، كان يكون طفلا أو نحو ذلك، فإنه يكون ناقضا، فإنه يكون ناقضا إذا مس كلا الآلتين. لكن لو مس واحدة من الثنتين فإنه لا يكون ناقضا، لأن احتمال هي تكون آلة واحتمال أن تكون آلة ثانية. طبعا ما معنى الخنثى المشكل؟ الخنثى المشكل هو الذي تكون له آلتان، هذا يسمى خنثى. فإن تبين أي الآلتين هي الآلة الأصلية سمي خنثى ولم يقل مشكل، وإنما أغلب عليه حكم الذكورة أو الأنوثة، كأن يبول من إحدى الآلتين، أو أن تأتي العلامات الخاصة بالذكورة أو الأنوثة من إحدى الآلتين كالاحتلام أو الحيض ونحو ذلك. هنا نحكم بأنه خنثى لكنه ليس مشكلا، وإنما غلب عليه أنه ذكر أو أنثى. لكن في أحيان كثيرة قديما، هذا طبعا الآن أصبح الخنثى المشكل بالسهولة تمييزه عن طريق الأشعة الداخلية سواء كانت صوتية أو غير ذلك. قديما يأتي الطفل الصغير أو ربما يكبر وتكون له الآلتان ويبول منهما جميعا، ولم يستطيعوا أن يميزوا أي الآلتين، ذكروا علامات بعضها غريب وبعضها يعني مقبول، فهنا يسمى مشكل. إذا لم نعرف أي الآلتين هي آلة، هل هو ذكر أم أنثى لا نعلم،
هل هو ذكر أم أنثى؟ فلذلك نقول إن من مس سواء كان الأنثى نفسه أو غيره كلا الآلتين ينتقض، لأن قطعا مس إحدى الآلتين التي هي الأصلية، فإن مس إحدى الآلتين دون الثانية فإنه لا ينتقض لأنه مشكوك فيه، والوضوء لا يكون بشيء مشكوك فيه. طيب، إذن ولمسهما أي لمس ماذا؟ الضمير يعود لماذا؟ للقبل وللذكر، للذكر والقبل. ولمسهما من خنثى، من هذه ليست من الابتداء الذي يمسها الخنثى، وإنما لبيان من فيه هذا الشيء، من الذي يعني فيه الجهازان أو الآلتان. هذه المسألة الأولى وضحت. وبناء على ذلك إذا مس الخنثى أو غيره إحدى الآلتين ينتقض ولا ما ينتقض؟ ما ينتقض. طبعا هذه المسائل أقل من نادرة من الوجود خاصة في زماننا، لكن نعرف يعني الإسنوي فقيه الشافعي المشهور ألف مجلدين ضخمين سماه إيضاح المشكل في أحكام الخنثى المشكل. الفقهاء يذكرون بعض المسائل من باب تنشيط الذهن، مثل مسائل الدور، مثل مسائل الخنثى، لأن الإنسان يحتاج إلى أن يعني بدل ما يأتي بمسائل فرضية أشياء لها وجود مثل الخنثى فيبحث فيها لكي يكد ذهنه وتكون عند الملكة. طيب، يقول الشيخ ولمس ذكر ذكره، يعني إذا لمس شخص غير الخنثى المشكل آلة الخنثى المشكل، فإن كان الماس ذكرا إذن ولمس الذكر، هنا الذكر هو المس، ذكره أي آلة الذكر للخنثى المشكل، يعني الذكر الرجل إذا مس ذكر الخنثى المشكل بشهوة فإنه يكون ناقضا. لماذا؟ أعيدكم العبارة، نحن قلنا قبل قليل ترى هذه مسألة يعني هي لأن أشكلت، أنا أعرف أنها مشكلة على الطلبة منذ القدم. احنا قلنا قبل قليل غير الخنثى المشكل إذا مس آلتيه انتقض وضوءه، غير الخنثى المشكل إذا مس الآلتين أم الخنثى المشكل مست الآلتين انتقض الوضوء. طيب، لو أنه مس إحدى الآلتين لا ينتقض لأنه متردد، إلا في هذه الصورة. ما هي الصورة؟ إذا مس ذكر أبو الولد الصغير الذكر، ذكر الولد الخنثى المشكل بشهوة فإنه يكون ناقضا. إذا مس الذكر آلة الذكورة من الخنثى المشكل بشهوة كان ناقضا. لماذا؟ لأنها لا تخلو من حالتين، إن كان الخنثى المشكل ذكرا فإنه يكون قد مس ماذا؟ ذكره، إذا انتقض الوضوء انتهينا. إذا كان أنثى مس الذكر لا ينقض، هو متردد احتمال، لكن لما مسه بشهوة فمس الأنثى بشهوة يكون ناقضا. ماشي معي؟ الثانية مثلها، الثانية مثلها، يقول الشيخ أو أنثى أي مست امرأة، أي مست امرأة غير الخنثى قبل هذا القبل يعني الجهاز الأنثوي للخنثى المشكل بشهوة فإنه ينقض، لأنها إن مسته إن كان الخنثى المشكل أنثى فهو مس لقبل، وإن كان ذكرا فإنها مست ذكرا بشهوة فقط. هي مسألة يعني فقط لكي نفهمها. طيب، قال أو أنثى قبله لشهوة فيهما، الضمير في فيهما يعود لماذا؟ من أصعب المسائل في المختصرات، وذكرت لكم في المقدمة أربعة أشياء فيها عيوب، عود الضمائر، مهم جدا جدا أن تعرف إلى أين تعود الضمائر. في قول الشيخ لشهوة فيهما الضمير يعود لماذا؟ فيهما، في الذكر والأنثى. العبارة كذا هي صح يعني من حيث المعنى النتيجة النهائية، لكن فيهما في مس الذكر، الفي ظرفية، في حال مس الذكر للذكر، حس المس الذكر للذكر بشهوة، أو حال مس الأنثى لقبل بشهوة. إذن فيهما يعود للمس، مس الذكر والأنثى بشهوة للذكر والقبل بشهوة. طيب، إذن هذا الناقض أظن الرابع أو الثالث، قال ومسه امرأة بشهوة أو تمسه بها. مس المرأة جاء النص في كتاب الله عز وجل أنه يكون ناقضا، فإن الله عز وجل يقول
أو جاء أحد منكم من الغائط أو لامستم النساء، وجاء في قراءة سبعية أو لمستم النساء، لأن من أهل العلم من يقول إن الملامسة كناية عن الجماع، فنقول قد جاء في قراءة سبعية أو لمستم، مجرد اللمس فإنه يكون ناقضا. واللفظ صريح أن اللمس والملامسة صريحة جدا، وهناك في كتاب الله عز وجل إن قلت هذه كنايات ففي كتاب الله عز وجل تصريح عن الجماع أو أظهر من هذا، فدل ذلك على أن المقصود من اللمس ظاهره والملامسة الجماع، وتكون والآية إنما سيقت في سياق ماذا؟ نواقض الوضوء، وليس في سياق موجبات الغسل، فدل على أن المراد اللمس، وهذا نص على أن لمس المرأة يكون ناقضا. لكن جاءنا أحاديث عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه لمس نساء ولم يتوضأ، فثبت عنه صلى الله عليه وآله وسلم أنه كان يصلي فكانت في قبلته عائشة رضي الله عنها معترضة، فنخزها بيده وهو يصلي وأكمل صلاته، ما انتقض وضوءه عليه الصلاة والسلام. ثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه كان يصلي وهو يحمل بنت ابنته أمامة رضي الله عنها، فإن هذا حمل ومس، فلذلك نقيد المس الذي يكون ناقضا بالشهوة، إذن نقيده بالشهوة، إذن عرفنا الدليل وهو العموم ثم خصصنا منه الشهوة لفعل النبي صلى الله عليه وسلم. طيب من حيث العقل أو الدليل العقلي نقول إن الشرع ينزل المظنة منزلة المئنة، وغالب الناس أنه إذا لمس امرأة لشهوة خرج منه مذي، فهو مظنة لخروج المذي، مظنة لخروج المذي، فنزلت المظنة منزلة المئنة، وخصوصا أن كثيرا من الناس لا يحس بخروج المني إلا بعده، لذلك نقول تنزل المظنة منزلة المئنة في هذه المسألة. طيب قد يقول شخص إنه قد جاء من حيث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم قبل بعض أزواجه ولم يتوضأ، نقول أول شيء وإن كان هذا الحديث من أهل السنة ورجاله ثقات إلا أنه فيه علة من حيث الاتصال وعدمه، هذا واحد. الأمر الثاني يحمل على أنه مس بغير شهوة، كأن يكون قبلة رحمة أو نحو ذلك من الأمور، وقد قالت عائشة كان أملككم لإربه صلوات الله وسلامه عليه. نعم، إذن هذا ما يتعلق بهذه المسألة. قول الشيخ ومسه امرأة، كلمة امرأة هنا مطلقة تشمل المرأة الصغيرة والكبيرة، أي سواء كانت المرأة عجوزا أو صغيرة، سواء كانت طفلة أو بالغة، سواء كانت محرما له أو ليست بمحرم له، ما دام المس بشهوة فإنه يكون ناقضا لا فرق، لأن العبرة قلنا أنه مظنة، العبرة بأن الشخص هو الذي يعني يظن أنه يخرج منه ذلك. بل إنهم قالوا حتى لو مس امرأة ميتة بشهوة فإنه ينتقض وضوءه لأنها امرأة، أو لامس من النساء، والنساء تشمل الكل. نعم، قال ومس حلقة دبر، أي فيكون ناقضا لما جاء في بعض الروايات مس فرجة فتشمل الثنتين، وهذه المسألة مس حلقة الدبر فيها خلاف المذهب على الروايتين. قال لا مس شعر وسن وظفر، أي هذه الأمور لا تكون ناقضة إذا مست من المرأة، أو مست المرأة الرجل في شعر إذا مس شعرها لأنه منفصل فليس من المرأة، والسن كذلك والظفر كلها لا تكون ناقضة لأنها منفصلة، وأمرد أي ومس الأمرد لا يكون ناقضا كذلك، لا مع حائل، لو مس امرأة بوجود حائل كأن يكون على يده يعني غطاء أو نحو ذلك فإنه لا يكون ناقضا، لا يكون ناقضا للآية أو لامستم النساء، لكن لو أحس بخروج المذي فإنه يكون النقض بالخروج، فإنه يكون النقض بالخروج. طبعا هنا مسألة في قضية مس المرأة التي لا تحل للشخص، يجب أن نعرف أنه لا يجوز مسها بحال، وقد جاء في حديث روي مرفوعا وموقوفا، والموقوف أصح، أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لأن يغرز في يدي مخيط حديد
أحب إلي من أن أمس امرأة لا تحل لي. قضية أن المرء يتساهل في مصافحة النساء ونحو ذلك من الأمور، هذا من الأمور الخطيرة جدا، وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم أنها من أخطر الأمور. ترتب عليها أحكام وضعية في الدنيا وهي نقض الوضوء، ويترتب عليها أحكام تكليفية وهي الحرمة والإثم عنده سبحانه وتعالى. نعم. قال: ولا ملموس بدنه، أي أن ملموس البدن لا ينتقض وضوءه. والدليل على ذلك أن عائشة رضي الله عنها افتقدت النبي صلى الله عليه وسلم، قالت: فوضعت في يعني قامت فوضعت يدي على قدميه، أو فأهوت بيدها على قدميه صلى الله عليه وسلم، فدل على أن الملموس هنا لا ينتقض وضوءه، ولأن الله عز وجل قال: أو لامسته، فجعل الخطاب للرجال هنا. قال: ولو وجد منه شهوة، الآية، لأن الآية إنما هي خاصة بالفاعل دون من لمس. قال: وينقض غسل ميت. المذهب أن تغسيل الميت ينقض الوضوء، مع أن الحديث الذي ورد أن من غسل ميتا فليغتسل، قالوا لكن جاء في بعض الروايات أنه فليتوضأ، فحملوا الحديث الذي ورد عند أهل السنن فليغتسل على الوضوء، فقالوا إن من غسل ميتا بمعنى أنه باشر بنفسه التغسيل، لم يكن صابا وإنما باشر بنفسه التغسيل، فإنه ينتقض وضوءه. قالوا: ولأن تغسيل الميت مظنة لمس عورته، فمن مس عورة الميت فإنه ينتقض وضوءه، قلنا لا فرق في مس العورة بين الحي والميت فيكون ناقضا. والفقهاء لما قالوا إن نقض غسل أن غسل الميت ينقض الوضوء، قالوا: لا بد أولا أن يكون مباشرا في التغسيل، الأمر الثاني أنه لا يلزم أن يغسله كاملا، فقد يباشر بعض أعضائه، لذلك يقولون من غسل بعض الميت لزم عليه الوضوء. نعم. قال: وأكل اللحم خاصة من الجزور. أكل لحم الجزور ناقض الوضوء، وهم مفردات المذهب، وقد ورد فيها حديثان صحيحان عن النبي صلى الله عليه وسلم، حديث جابر وحديث البراء، أن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أنا توضأ من لحم الجزور؟ قال: نعم. وسئل: أنا توضأ من لحم الغنم؟ قال: لا. فدل ذلك على أن هذا الحديث متأخر وليس في وقت الأمر بالوضوء مما مست النار، فإنه متأخر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تتوضأ من لحم الغنم، فدل على أن هذا متأخر وليس في أول الأمر، حينما كان الأمر الأول كما جاء من حديث جابر أنه توضأ، أو ابن عباس أنه توضأ من مسة النار، وهذا حديث صريح، ولذلك قال الإمام أحمد: فيه حديثان صحيحان. فلا شك أن لحم الجزور يجب فيه الوضوء لورود حديثين، وهما صحيحان في الصحيح عند أهل السنة، في صحيح مسلم عند أهل السنة. قول الشيخ رحمه الله تعالى: أكل اللحم، الفقهاء يقولون إن أكل لحم الجزور إنما كان ناقضا تعبدا لله عز وجل، لا نعرف علته، ليس له علة، وذكرت لكم قبل أن ما كانت العلة فيه تعبدية فإنه يضيق بحسب ما ورد به النص، والنبي صلى الله عليه وسلم إنما سئل عن اللحم قالوا: فلا ينقض إلا اللحم، وبناء على ذلك فمن شرب حليب الإبل فإنه لا ينتقض وضوءه لأنها ليست لحما ولا شك، من أكل مرقا ذاب فيه اللحم نقول لا ينتقض وضوءه كذلك، لأنه لم يأكل لحما وإنما شرب مرقة لحم الجزور التي طبخت فيها اللحم أو ذاب فيها الشحم، من أكل أكلا فيه شحم الجزور يسميه الودك، ذاب الشحم فيجعل كالزيت، فلو جعل في طبيخ ونحوه نقول لا يكون ناقضا. من أكل كبد الجزور، كبد الإبل، فمشهور المذهب أنه لا يكون ناقضا، وهذا الذي ذكره الموفق في جل كتبه إلا في العمدة، فإنه رجح في عمدة الفقه أن أكل الكبد يكون ناقضا، لأنه رأى أن الكبد من اللحم، وأما المتأخرين من الفقهاء فيرون أن الكبد ليست لحما، لأن النبي صلى الله عليه وسلم جعلها دما، فقال: أحلت لنا ميتتان ودمان، فالدمان الطحال والكبد، فعند الفقهاء أن من أكل طحال الإبل أو أكل كبده فإنه لا ينتقض وضوءه،
الكلية ملحقة بالدم ولا ملحقة باللحم؟ باللحم. الكلية والحواشي على الصحيح عند المتأخرين أنها ملحقة باللحم، ملحقة باللحم. طيب، يقول الشيخ: كل ما أوجب غسلا أوجب الوضوء إلا الموت. وهذه المسألة ستأتي بعد قليل. همنا قوله إلا الموت، فإن الموت يوجب الغسل، ولكن إن لم يوجد ما يغسل به الميت فإنه ييمم، فيكون التيمم بدلا عن الغسل، سنتكلم عنه إن شاء الله في غسل الميت. قال الشيخ: ومن تيقن الطهارة وشك في الحدث أو بالعكس بنى على اليقين. هذه المسألة صورتها فيما لو أن امرأ علم من حاله أنه كان على طهارة ثم شك هل أحدث أو لم يحدث، أو العكس، علم أنه على حدث ثم شك هل تطهر أم لا. مثال الأولى ما هي؟ كان على طهارة ثم شك. واحد يقول: صليت الظهر، أنت تصلي بطهارة ولا لا؟ صليت، نعم. لما أراد أن يصلي العصر قال: هل ذهبت لدورة المياه؟ هل انتقض وضوئي بأحد نواقض الوضوء الثمانية أم لا؟ إذن هنا هو متيقن، آخر شيء في ذهنه يجزم به هو ماذا؟ الطهارة، ولكنه شاك هل انتقض وضوءه أم لا. هذا حكمه ماذا؟ بنى على اليقين. ما هو اليقين؟ هو الأمر الأول منهما، الأمر الأول الذي يستصحب هو اليقين. ما هو اليقين هنا؟ الطهارة. وذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يأتي لأحدكم فينفخ في مقعدته فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا حتى يتيقن. هو متيقن أول من الطهارة، ولكنه شاك في الحدث الآن. وكذلك من شك في الوجود وعدم الوجود، سواء كان شك في اللحظة هل خرج الآن أم لم يخرج شيء، أو شك بعد ذلك هل خرج مني، هل ذهبت دورة المياه أم لا، فإنه يبني على اليقين، واليقين هو ماذا؟ الطهارة. العكس، رجل متيقن من الحدث يقول: أنا قمت من النوم ولكنه شك في الطهارة، هل توضأت أول ما استيقظت؟ العادة أنا أتوضأ، هل توضأت أم لم أتوضأ؟ فلما جاء لصلاة العصر قال: أنا توضأت أم لا؟ اليقين الذي هو جازم به ماذا؟ أنه محدث، لأنه قال: أنا أعرف، أنا خرجت من دورة المياه، أنا قمت من النوم، لكنه شاك في ماذا؟ في الطهارة. وهنا نقول يبني على اليقين، يقينه ماذا؟ محدث. إذن اليقين في من شك هو آخر الأمرين التي يجزم بها، وسيمر لها نظائر إن شاء الله في أكثر مسألة. المسألة الثانية، يقول الشيخ: فإن تيقنهما، يعني تيقن أنه أحدث وتيقن أنه توضأ، نعم دخل دورة المياه ودخل دورة وتوضأت، فعلت الثنتين، لكنه جهل السابق منهما، جهل، ما أدري أيهم السابق، جهل أو شك في السابق منهما، أنا ذهبت دورة المياه قبل أو توضأت قبل، أيهما السابق؟ فنقول هنا، يعني هو لا يعلم الجهل، قال: فهو بضد حاله قبلهما. نقول: آخر شيء أنت متأكد منه ما هو؟ أنني قمت من النوم، إذن أنت الآن طاهر، أنت بضد حالك قبلها، زين؟ فأنت الآن طاهر. أقول لكم لماذا؟ عندما شك أنا توضأت، شوف الآن هو جازم الثنتين، الحالة الأولى شاك في واحدة فهو على حالته الأولى، هنا عنده الثنتين، متيقن أنه فعل الثنتين لكنه لا يدري أيهما الأولى. شخص صلى، فلما جاء لصلاة العصر قال: صلى الظهر، قال: أنا توضأت وخرجت مني ريح، لكن أيها الأقبل؟ بعد صلاة الظهر توضأت أكيد، ولكن خرجت مني ريح، لا أدري هي قبل الوضوء أم بعده. فنقول: ماذا، ما هو آخر حالك؟ محدث، أنت كنت طاهر، اعكسها، أنت الآن محدث توضأ. لماذا؟ نبدأ في الحالة الأولى، هو كان محدثا، قام من النوم ففعل ثنتين، توضأ وأحدث، فنقول هو بضد حاله الأول فيكون طاهرا. لو فرضنا في هذه الحالة أن الحدث قبل الوضوء، قام من النوم ذهب لدورة المياه ثم توضأ، معي أنتم؟ أنا ودي في سبورة اليوم. الحالة الأولى
رجل حالته الأولى قبل أن يشك أعطونا شيء كان إيش؟ كان طاهر لكنه فعل الوضوء وفعل حدث، ولكن لا يدري أيهم الأول الوضوء أم الحدث. نقول أنت كنت متطهرا إذا أنت الآن محدث، أنت قربت المسألة اللي جبتها، لكن خلنا نجيب المسألة هذه. نقول أنت الآن محدث، لماذا؟ لماذا؟ لأنه عندما كان على طهارة لك حالتين، إما أن توضأت قبل الحدث أو أحدثت قبل الوضوء، في مسألة عقلية. هو كان على طهارة صلى الظهر، لو قلنا إنك قد توضأت ثم أحدثت فتكون ماذا؟ محدث. ماشي معي؟ طيب، إذن هذه الحالة الأولى، انتهينا. أنت على طهارة لكنك أحدثت ثم توضأت، نقول أنت على طهارة لكن الوضوء هذا مشكوك فيه، مشكوك فيه، فنقول تبني على اليقين، واليقين هو من آخر الأمر ما هو؟ الحدث، وهو ضد حالك الأولى، أصبح المتيقن أكيد أنك قد أحدثت. العكس، الصورة الثانية، رجل قام من النوم لما جاء يصلي الضحى الساعة العاشرة قال أنا والله تقض وضوئي بأحد النواقض، وأذكر أني دخل دورة المياه لكن لا أدري أيهم الأول. آخر حال أنت متأكد منها ماذا؟ قمت من النوم، هذا أكيد. إذا نقول أنت الآن متوضأ، لأنها واحدة من اثنتين، إما أن يكون الوضوء متقدم على الحدث أو الحدث متقدم على الوضوء. إن كان الحدث متقدم على الوضوء ما في مشكلة، قائم من النوم ثم أحدث ذهب لدورة المياه ثم توضأ، الحمد لله أنت طاهر، هذا واضح. لكن لو كنت قمت من النوم محدث اليقين ثم توضأت، إذن هذا يقين أيضا، ثم أحدثت، هذا الحدث ماذا؟ مشكوك فيه، وقلنا المشكوك فيه نرجع اليقين وهو الطهارة. إذن في هذه الصورة، في إحدى الصورتين مقبولة والثانية مشكوك في الثاني منهما، فنقول يرجع الأول فاتحدا، فنقول هو بضد حاله الأولى. طبعا الدليل في هذه قسم عقلية فقط، قسم عقلية فقط. طيب، يقول الشيخ رحمه الله تعالى ويحرم على المحدث مس المصحف، والدليل على أن مس المصحف حرام على المحدث قول الله عز وجل لا يمسه إلا المطهرون. وهذه الآية وإن كانت تحتمل أن المراد بالمطهرين الملائكة عليهم السلام، إلا أنه قد جاء نص صريح في صحيفة أبي بكر بن محمد بن حزم عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أن النبي الحديث عند الترمذي أنه قال أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال ولا يمس القرآن إلا طاهر، هذا نص صريح وهو أمر فدل على ذلك. وهذا الحديث وإن كان صحيفة فيها إرسال إلا أن أهل العلم أجمعوا على تلقي صحيفة أبي بكر محمد بن حزم بالقبول في باب العقول والديات، أجمعوا عليها وهي صحيفة لا يوجد العقول والديات إلا في هذه الصحيفة، فكذلك نقول إن هذه الصحيفة تقبل في باقي الأجزاء ومنها هذه الجزئية. إذا مس المصحف على المحدث حدثا أصغر ومن باب أولى حدثا أكبر لا يجوز. طيب، ما هو المصحف؟ نمر عليه بسرعة لأجل الوقت. نقول المصحف أشياء التي يمنع منها، نقول كل، طبعا المصحف، من سمى المصحف مصحفا؟ لم يسمى النبي صلى الله عليه وسلم المصحف مصحفا، وإنما هو قرآن، وإنما سمى المصحف بهذا الاسم أبو بكر الصديق رضوان الله عليه والصحابة لما جمعوه في مكان واحد سمي مصحفا، وإلا فهو القرآن، ولذلك لا يسمى المصحف إلا الكامل يسمى مصحفا. هذه الصحف التي كتب فيها القرآن إنما شرفت بما فيها وما كتب بينها وفي سطورها. نقول أولا ما كتب عليه من رق فلا شك أنه معظم، الكتابة فلا شك أنه معظم، هذا واحد. الأمر الثاني ما كان في حواشيه، حواشي المصحف لابد أن يترك حواشي بياض، فنقول أيضا نص فقهاء المذهب أن الحواشي حواشي المصحف منه فلا يجوز مسها لأنها منه، هذا اثنين. الأمر الثالث قالوا جلده وهو ما جلد به فإنه متصل به فلا يجوز مسه أيضا لأنه جلده، ولذلك يسمى الكل لا تفصل عنه، وتمزيق إهانة، تمزيق الجلد إهانة للمصحف، لذلك يقول إن هذه الثلاثة كلها تسمى مصحفا
تدل عليها اللفظة كلمة مصحف، تدل على المكتوب وعلى الحواشي وعلى الجلد. ما ليس بمصحف قالوا ما كان له من علاقة. في بعض المساجد يوضع له زي الخرج، زي الكيس، هذا تسمى علاقة. هذه العلاقة يجوز حملها لغير المتطهر لأنها منفصلة عن التفك وتوضع. قالوا كذلك ما كان من جلد يوضع في بعض المصاحف، كلها زي الصندوق يدخل فيه، هذه منفصلة عنها، فيجوز مس المصحف، أو ما يجوز مس، ما نقول مصحف هنا، مس هذا الصندوق الذي وضع فيه، سواء كان من جلد من خشب ولو كان في داخله، لأنه منفصل عنها. إذن هذا الأمران منفصلان. الأمر الثالث، إذا كان كتب تفسير، يعني اختلط القرآن بالتفسير، سواء كان التفسير مجزأ القرآن تؤتى بالكلمة ثم تفسر بعدها لأنه يسمى تفسيرا، أو كان التفسير في الهامش. فالتفسير الذي يكون في الهامش هذا تفسير، ولكن الذي في الوسط هو القرآن، فلا تمسوا وسطه وإنما تمسوا هامشه، بشرط يقول الفقهاء لا بد أن يكون كلم التفسير أكثر من كلم القرآن لكي تكون الغلبة له، لأن في المخطوطات القديمة في التفسير وموجود عند بعض الشباب يكتب على المصحف تفسير بعض الكلمات، فنقول ما زال مصحفا لأن التفسير الذي كتبته على هامشه قليل وليس الكثير، مع أن الصحابة رضوان عليهم وثبت أو التابع رضوان عليهم كما ذكر النبي داود في كتاب المصاحف أنهم يكرهون التعشير للقرآن والكتابة عليه، فهو مكروه، يجب أن يكون القرآن مجردا احتراما له وإجلالا. نعم. إن انتهينا ويحرم على المحدث مس المصحف، قلنا دون التفسير ودون العلاقة ودون الخرج أو ما يمسك به ونحو ذلك. طيب، قال والصلاة. والصلاة هذا حديث أبي هريرة صريح، أنه سلم قال لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتوضأ. قال والطواف، أيضا الطواف اشترط له الطهارة، لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها افعلي ما يفعل الحاج غير أن لا تطوفي، وعائشة لم يكن فيها وصف إلا الحيض، ومعلوم أن الحيض يخفف فيه عن بعض أحكام الجنابة، ولذلك يعني في مسائل تخفف فيها مثل قضية يعني أشياء كثر سنمر إن شاء الله في محلها عندما نتكلم الذي يحرم على الجنب، ولكن منعه النبي صلى الله عليه وسلم لأن أحد الحدثين هو الحدث الأكبر فيقاس عليه الأصغر. وقد جاء في حديث وفيه ما قال من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الطواف بالبيت صلاة غير أنه يجوز الكلام فيه. فإن صح هذا الحديث هذا نص على أن الطواف صلاة، فيشترط لها الطهارة، يشترط لها الطهارة. المسألة بعدها نمر عليه بسرعة لأجل الوقت. قول الشيخ باب الغسل، والمراد بالغسل بضم الغين هو استعمال الماء الطهور على البدن، على سائر البدن، هو استعمال الماء الطهور على سائر البدن على صفة مخصوصة التي هي ستأتي في الصفات. وقلنا إنه استعمال لأنه لا بد أن تكون فيه نية، ولم نقل جري الماء، فإن مجرد جري الماء على الشخص من غير نية لا يكون رافعا للحدث فلا يسمى غسلا، لذلك عبرنا بالاستعمال لكي يكون فيه نية وقصد فيها، والاستفعال معروف فيه قصد الفعل وزن الاستفعال. طيب، قال وموجبه، تكلمنا قبل عن التفريق بين الموجب والناقض، فقلنا لما عبر الفقهاء هنا بالموجب هناك بالناقض. قال خروج المني دفقا بلذة لا بدونهما من غير نائم. النبي صلى الله عليه وسلم بين أن الاحتلام ناقض، والنبي صلى الله عليه وسلم قال لما سألت المرأة الأنصارية حيث سلمة أعلى المرأة غسل إن هي احتلمت؟ قال نعم، فدل ذلك على أن خروج الماء موجب للغسل، وقد جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم غير ما حديث يدل على ذلك. ولكن المسألة المهمة عندنا واجمع العلماء على أن خروج المني دفقا أنه يكون موجبا للغسل. طيب، بلذة طبعا. المسألة المهمة معنا ما المراد بالمني أولا، ثم نأتي بكلمة خروج ومعنى دفقا ومعنى بلذة ومعنى لا بدونهما. المني هو أصل خلقة الآدمي الذي يخلق منه الآدمي، والفقهاء يقولون هو ماء أبيض غليظ
يعرفه الرجل ويكون في حق المرأة أصفر رقيقا. وكثير من النساء لا يرينه، لأن أم سلمة رضي الله عنها وهي امرأة كبيرة في سنها ذكرت النبي صلى الله عليه وسلم هل وهل تحتلم النساء، تدل على أن من النساء من لا ترى مني المرأة، مني المرأة. إذن هذا هو. طبعا ذكروا بعض الأوصاف من حيث الرائحة وغير ذلك، لكن نكتفي أنه معروف، يعني أغلب الناس إلا النادر يعني مر عليه رجل أو رجلين تصل عليه يقول لا أفرق بين المني والوذي والمذي، فلا أدري يعني هل هو منه أو بسبب يعني ربما إصابة بوسواس وعدم التفريق بين الأمرين. المسألة الأولى، نقول احنا قلنا قبل قليل إن هذا الماء الذي عرفنا هيئته لما ذكرنا في نواقض الوضوء ذكرنا أن بعضه ليس موجبا للغسل، ليس كذلك؟ سميناه ودي، ليس كذلك؟ نعم. إذن كيف تفرق بين المني الذي يكون موجبا للغسل وبين الودي الذي يكون موجبا أو ناقضا للوضوء؟ بثلاثة حدود. الحد الأول قال خروج المني بأن يخرج، ومعنى الخروج على المذهب طبعا ليس الخروج للظاهر، وإنما الخروج من المحل، يعني انتقاله من محله، فإن الماء له محل في الأنثيين مثلا أو في البروستات نحو ذلك لبعض، فإذا أحس الرجل بانتقاله من محله فإنه يكون موجبا للغسل. لذلك اعذروني سآتي بالجملة التي بعدها ثم أرجع هذه الكلمة، لذلك يقول في الجملة التي بعدها وإن انتقل، أي انتقل المني ولم يخرج، سواء كان بمنع الرجل نفسه هو الذي منع خروجه أو لم يخرج وحده من غير منع من الشخص نفسه، اغتسل له، يقول يغتسل له لأنه خرج فهو في حكم الخارج، في حكم الخارج، لا يلزم يكون ظاهرا ولكنه في حكم الخارج. إذن على المذهب أن الإحساس بانتقال المني دون البول، أن الإحساس بانتقال المني من مكانه، لأن في الغالب لا يحس بانتقال المني إلا بلذة ويحس بالدفق، فالصفتان سنذكرها بعد قليل موجودة في الإحساس، لا بد أن يحس بالثنتين، فإنه يكون موجبا للغسل وإن أوجبه. طبعا سنشرح الكلمة اللي قبل الانتقال بعد قليل. طيب إذن عرفنا معنى خروج المني، قلنا من مخرجه أي من مكانه، لا يلزم أن يكون ظاهرا. دفقا، الدفق معروف بأن يكون يعني بقوة، ولذلك عبر علي رضي الله عنه أنه قال إذا فضخت فاغتسل، فضخت يعني عندنا يخرج دفقا دفقا. وجاء عن ابن عباس رضي الله عنه أنه قال كما عند الفاكهي في أخبار مكة قال إذا أظن قال خففتها، وهذه العبارات كلها تدل على أنه لا بد أن يكون دفقا، حديث علي بن عباس رضي الله عن الجميع، فلا بد أن يكون دفقا، والدفق واضح أن يكون بقوة ودفق، لأن لا يخرج بضعف كالبول وإنما يخرج بدفق وإحساس. الأمر الثالث أنه لا بد أن يكون بلذة، لا بد أن يحس باللذة، فخروجه من غير لذة، لذة مراد بها الشهوة، فإنه لا يكون موجبا للغسل لا للرجل ولا للمرأة. لذلك بعض النساء تقول لا أعرف الماء الذي يخرج الذي يكون موجبا للغسل، نقول الذي يكون عند اللذة أي غلبتها وتحس بالانتقال، وكذلك الرجل لا بد أن يكون بلذة. فإن كان من غير لذة كبرد شديد أو حمل ثقيل أو مرض فالحكم فيه يكون ماذا؟ حكم خارج من السبيلين، ليس حكمه حكم المني وإن كانت هيئته واحدة. عرفنا الدليل على اشتراط الدفق واللذة، قلنا حديث ابن عباس أو قول ابن عباس وقبله علي رضي الله عن الجميع قال من غير نائم. النائم إذا رأى بعد استيقاظه المنية على ثوبه أو فراشه فإنه يكون موجبا للغسل، فيسقط الحدين الآخرين وهما الدفق واللذة، لأنه نائم فاقد العقل وفي حكمه المجنون، فاقد العقل. لذلك النائم إذا استيقظ فوجد بللا وعرف أن هذا البلل مني فنقول يجب عليه الغسل، هذا يسمى احتلام، سواء وجد قد يكون ودي أو مني، لأنه يحتمل الثنتين فنغلب جانب المني، لأن الغالب في الاحتلام أنه يكون بلذة. إذن هذه الصورة. طيب انظر صورة ثانية، رجل استيقظ من نومه، الصورة هذا ما هي؟ رجل استيقظ من نومه فوجد أثر مني، نقول ماذا عليك؟ تغتسل. شوف الثانية وهي على المذهب طبعا كلها،
رجل استيقظ من نومه فرأى بللا ولم يعلم هذا البلل أهو مذي أم أنه ربما يكون مذي أو يرى غير ذلك ما يخرج، فما الحكم؟ ما رأيكم؟ المذهب يقولون، شوف الفرق بين السورتين، الصورة الأولى يجب عليه الاغتسال فقط، والصورة الثانية يجب عليه الاغتسال وغسل الثوب. الأولى ما قلنا يجب يغسل عليه الثوب لأن المني هو جازم بأنه مني فهو طاهر، والثاني نقول يجب عليك غسل الثوب لاحتمال أنه يكون مذيا أو يكون بولا ونحو ذلك. طبعا قد يكون الشخص يقول أنا أستطيع أن أميز، لكن ممكن الشخص ينام في فراش ثم يأتي من الغد فيرى أثر البلل فلا يعلم يستطيع التمييز، فهنا نقول اغسل الفراش واغتسل وأعد الصلوات. طيب، وذكرنا الحديث على أن المحتلم والأصل في الاحتلام أنه يكون في الليل، سلم قال لما احتلم فالاحتلام الأصل فيه أنه يكون الليل. قال وإن انتقل ولم يخرج اغتسل له، تكلمنا عن هذه قبل قليل وذكرنا الدليل عليها. قال فإن خرج بعده، الضمير في قوله بعده عائد للغسل، أي سواء خرج أو لم يخرج، يعني خرج منه مني أو لم يخرج منه مني منعه أو امتنع وحده، لكنه اغتسل بعد ذلك وبعد انتهائه من الغسل خرج منه مني، وهذه دائما تخرج يسأل عنها كثير من الناس. فقوله خرج بعده أي بعد الغسل خرج ماذا؟ مني أو شبيه المني، الماء هذا خرج بعد الغسل لم يعده. لماذا؟ لأن موجب الغسل هو انتقال، شو العبارة؟ هو انتقال الماء من مكانه. لذلك احنا قلنا قبل قليل انه اذا لم يخرج وجب الغسل، فانتقال هذا هو الخروج. الخروج الظاهر ليس كخارج من السبيلين، الخروج الظاهر غير معتبر هنا. فانظر هنا وهنا القاعدة واحدة، عندما حكمنا بأن الانتقال من مكانه يكون موجبا للغسل، كما أننا شددنا في الصورة الأولى خففنا في الصورة الثانية لأن المناط واحد. طيب، قال الموجب الثاني، قال وتغيب حشفة أصلية في فرج أصلي، وهذا هو الجماع، والنبي صلى الله عليه وسلم قال إذا جلس بين شعابها الأربع ثم جهدها فقد وجب الغسل، وفي الحديث الآخر إذا التقى الختانان فقد وجب الغسل. وحد الجماع هنا الذي يكون موجب الغسل هو الذي ذكرها الفقهاء في باب الزنا وهو واضح وبين، وأقله ما عبر عن النبي صلى الله عليه وسلم بالتقاء الختانين وهو واضح. طيب، قال قبلا كان أو دبرا، أي أن من أتى امرأة في دبرها وهو من الإثم العظيم وهو من الذنوب الكبيرة، تكلمنا عنها في منهج السالكين من الذنوب العظيمة جدا، ويحق للمرأة أن تفسخ النكاح به ولا يجوز باتفاق بين أهل العلم وكذب من نسب للأئمة كمالك وغيره بجوازه، من أتى امرأة في دبرها أو بهيمة أو ميتة أو غيره أو لواط عياذا بالله انتكاس الفطرة فإنه يجب الغسل، فلا فرق بين القبل والدبر كله يكون موجبا للغسل. قال ولو من بهيمة أو ميت، أو ميت أي يعني امرأة ميتة. الموجب الثالث قال وإسلام كافر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر الذي أسلم بأن يلغي عنه شعرة الكفر وأن يغتسل. قال وموت، طبعا إسلام الكافر عندهم أن كل من أسلم كافرا سواء كان قبل البلوغ أو بعده يجب عليه الغسل، إلا من كان دون التمييز فإنه لا إسلام له، فالإسلام يكون بعد التمييز. فلو أن صبيا أسلم وهو ابن تسع المذهب يجب عليه الغسل لأنه مطلق أمر النبي صلى الله عليه وسلم. قال وموت أي ويجب تغسيل الميت، والنبي صلى الله عليه وسلم قال حق المسلم على المسلم ست، ومنها يعني اتباع جنازته وتغسيله. الذي لا يغسل من الأموات سيأمر معنا شهيد المعركة، شهيد المعركة وليس الشهيد المبطون وإنما شهيد المعركة فقط، ومن قتل مظلوما، ومن قتل مظلوما فإنهما لا يغسلان. قال وحيض، أيضا الحيض موجب للغسل، والله عز وجل ذكره في كتابه فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله، فدل على أنه موجب للغسل، وهذا بإجماع. غير أن هناك مسألة مهمة، هل الإحساس بخروج الحيض من غير رؤية له يكون موجبا للغسل أم لا؟ بعض النساء تقول أرى أحس بالخروج، أحس بالخروج
ولكن لا يخرج مني شيء مطلقا، هل يكون كذلك أم لا؟ نقل الشيخ تقي الدين تخريجا على قاعدة المذهب الأولى أنه يكون كذلك، ومشى المتأخرون على تخريج الشيخ، هذا سمى تخريج من الشيخ تقي الدين على المذهب. الشيخ تقي الدين له أمران وغيره، هناك شيء اسمه تخريج على المذهب، وهناك شيء اسمه اختياره. ولذلك إذا قيل في المذهب المختار قاعدة، إذا وجدت في كتب الحنابلة المختار فالمراد به ماذا؟ كلام المختار اختيار ابن تيمية. ولذلك الشيخ تقي الدين في كتابيه شرح العمدة وشرح المحرر إنما يخرج على المذهب، وشرح المحرر يعني بقي منه نقولات في كتاب ابن قندس ونقولات في كتاب في حاشية ابن قندس على المحرر وحاشية تلميذ الشيخ ابن مفلح المحرر. طيب. قال لا ولادة عارية عن دم، فإن الولادة العارية عن دم إذا خرجت من المخرج المعتاد أو بشق بطن ونحو لا يكون موجبا للغسل، الغسل إنما هو للنفاس، لكن لو كانت ولادة عارية من محله بولادة عارية عن دم مجرد مشيمة فقط نقول موجب للوضوء فقط. طبعا هنا في مسألة نقف هنا أظن لأن انتهى الوقت، لكن هنا سأتكلم عن مسألة مهمة، وهي قضية عندما قلنا إن الجماع تغيب حشفة أصلية في فرج أصلي. بعض الناس قد يستغرب في قضية أصلي، هل يمكن أن يكون شيء غير أصلي أم ليس كذلك؟ وبعض الناس يعني يأتي من باب التندر على الفقهاء فيقول هل يوجد أصلي وتقليد؟ نقول نعم، هذه لها أثر ليس بالسهل سواء قديما أو حديثا. فالآن ما يسمى بالتلقيح الصناعي هل يكون موجبا للغسل أم لا؟ إذا امرأة قامت بالتلقيح الصناعي لكونها أو لزوجها عاجز عن الإنجاب فيقوم بالتلقيح الصناعي بماء الزوج، هل هذا الفعل موجب للغسل أم ليس موجب؟ نقول لا، لأنه ليس فرجا أصليا، ليس حقيقيا. ولذلك هذه المسألة يعني صور كثيرة جدا تضرب هذا المثال لأنه ربما يكثر عنه السؤال، تتصور هذا الشيء فلا يكون موجبا للغسل. لذلك عبارة الفقهاء يعني لا يزيدون كلمة بالذات في المختصرات إلا ولها محترزات، ولذلك يعيبون المختصر إذا كان فيه حشو، وأليس يقول الذي صاحب الفارضية وحشو الرحبي سكر، يعني عاب على الرحبية أن فيها حشوة، ولكن قال هو سكر، فاحفظ كل حافظ إمام، فاحفظ كل حافظ إمام، نحو هذه الألفاظ التي فيها يعني فائدة ولكنها معيبة على المختصرات. كان بودنا من باب الغسل لكن ربما يعني استطردنا في بعض الأخبار اليوم، ولكن نطرد بها السآمة والملل. أسأل الله عز وجل للجميع التوفيق والسداد وأن يرزقنا العلم النافع والعمل الصالح. هذا أحد الإخوان يقول هل قيء الصلاة